عنا. فقرتنا اليوم الطبية رح نتعرف فيها على الفيلر، أنواع الفيلر، شو هي مضاعفاته. الكثير من النساء بتسأل عن المضاعفات عنا، لنحكي أكثر عن هذا الموضوع اللي بيهم الصبايا حتى الشباب. معنا بصباحنا غير الدكتور رائد واحد، ماجستير دراسات عليا جلدية وتجميلية، وأيضا بورد بمجال الجلدية والتجميل. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور رائد، وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نتعرف أكثر عن الفيلر ونعرف شو هي أنواعه. هلأ من اسمه فيلر، هو يعني مادة تعبئة أو مادة مالئة، فمن اسمه هو فكرته أنه نعمل تمليئة للتجاعيد اللي تطلع مع التقدم بالعمر. أوكي، هلأ في منه نوعين لازم نفهمهم أساسيات، شيء دائم وشيء مؤقت. على طول الدائم نبعد عنه، وهذا مو موجود. اوكي، يعني اللي عم يحقن هلا دائم اكيد ما في حدا من الاطباء عم يحقن دائم. هذا الخطر اللي بدنا نزيحه على جنب ما هو موجود. الفيلر المؤقت هلا نحن عم نستخدمه. اوكي، على طول مثلا تجيني مريضه انه دكتور شو بدي، بس جيب لها كلمه فيلر دغري بتنقز وبتخاف. يعني هاي الفكره كثير انا صرت شارحها كثير بشرح عنها، انه الفيلر كثير امن هالايامات هي. العلم تطور وابتكروا لنا مواد كثير امنه كثير لطيفه على البشره، واهم فيلر اللي هلا بنستخدمه نحن حمض هيالورونيك. اوكي، فهو مجال واسع، فما تخاف المرضى بس نقول فيلر. اكيد دكتور، خلينا نحكي عن الاماكن اللي بنحقن فيها الفيلر وشو الجديد. هلا الاماكن كثير واسعه للفيلر. فينا نحطه اول شيء، رح نبلش من القسم العلوي للوش، رح نحطه اول شيء على الخدود. في كثير صبايا بتيجي نحيفه او مع التقدم بالعمر بتلاقيها بلشت تسلت منطقه الوجنه، هي بتعطي عمر. اول شيء فينا نعبي لحدا كبير بالعمر، نرجع العمر لورا، او حدا صبايا حابين يعطوا شويه صحه لخدودهم. المنطقه الثانيه خطوط الضحك، وهي اول شيء بتطلع مع العمر. يعني احنا مع خساره الكولاجين وكثير بنضحك، فاول شيء بيحفر هن شو خطوط الضحك هذول، فهي كمان بنعبيهم فيلر. مع التقدم بالعمر بيطلع لنا الماريونت لاينز او خطوط الحزن. هون بتلاقي بس تشوفيهم هذول مع الخفستين اللي جنب الدقن، هي اكيد المريضه فوق ال 45 سنة، يعني هذول ما بيطلعوا غير على ال 45. هذول كمان فينا نعبيهم. فينا نعطي امتلاء للشفاف. كمان مجال واسع، يعني مو بس للصبايا. في عنا كثير حالات كبار بالعمر بيطلع عندهم تجاعيد او سموكر لاينز. انا كثير بحب اعبيها فيلر، اللي هي الكولاجين الطبيعي اللي هو هيالورونيك اسيد. فهي انت لما تعبيها خلص بترجعي الشباب للشفاف. واخر تقنية هلا نازل جديد هي تعبئة الدقن والفك. هي التكساس او جو لاين، تكساس جو لاين، هي التقنيه اللي كثير هلا دارجه. ايضا تحت الهواء سمر كنا عم نحكي عن فيلر اللي عم يحقنوه بالانف، يمكن هلا كثير دارجه الموضه، وعم نشوف الصبايا على الانترنت انه عم يحطوا صورهم انا عملت فيلر لانفي. دكتور رائد بدنا نسالك شو الفيلر بالانف، شو هو وشو مساوئه ايضا وشو محاسنه. هلا الفيلر من تحت العين وحوالين الوش كله امن، بس لما نقرب الأنف والجبهة وحوالين العين شوي بدي يصير في خطورة. فأنا ما بدنا نخوف المرضى، أكيد إذا عند دكتور شاطر وبيعرف بالفيلر ويكون جلدي بيعرف طبقات الجلد وين عم بيحطها ما رح يصير هالشي أكيد. الفيلر بالأنف في كتير صبايا بيخافوا من الجراحة. الفيلر حالاته أنه إجراء نص ساعة تخلصي، ألمه كتير لطيف، بترتاحي منه. عنده خفسي هون كتير مزعجة وتبارز بعظمة ظهر الأنف نحن بنسميها. نعم. ففينا نعبي بهي المسافة هي، فبتعطي سحبة وحدة، فينا نعطي زروي للأنف. بس أنا على طول الأنف بحب تكون جراحة، يعني أفضل شيء للأنف هو الجراحة. هي دكتور عم يحكي إنه ما بتنصح فيه أبداً، يعني إلا أضرار أكيد. هلأ فيه له أضرار أكيد، ممكن يعمل مساوئ، بس إذا كان بطريقة طبيب شاطر وبيعرف يحقن صح ما رح يصير شيء إن شاء الله، بس بيكون بحذر. بينما الوجه والخدود والشفاف والدقن هي كتير آمنة، أبداً أبداً ما لها أي آثار. وبنا نحب ننوه لشغلي مثلا المواد وايد الدكتور. أكيد. هلا المواد الصح اذا وقعت بايد مثلا اخصائيه بشره او شيء ما بتعرف بالفيلر بجوز تحقن لك اياها بطبقه سطحيه تكتل. اوكي، بجوز تحقنها بطبقه عميقه تضيع. فالطبيب الجلدي هو لازم يعرف بالضبط وين بده يحقن الفيلر ليعطي الشيء الحلو ليملا التجاعيد ويرجعك بالعمر. هي كثير ضروري نحكيها. الشباب هلا كمان دكتور عم يستخدموا الفيلر باماكن العضلات، يعني مثلا مشان يبرزوا عضلات ايدهم او بمناطق ثانيه. خلينا نحكي عن الفيلر بهالمناطق، هل له اضرار ولا هو امن؟ هلا اجمالا الفيلر هو اخترعوه مشان تعبئه التجاعيد، فقوامه كثير مناسب للوجه وطري.
يعني ماده الهيالورونيك اسيد اللي نحكي عنها كثير طريه، كثير بتعطي ليون، بتعطي رطوبه للبشره، فمن غير المنطق انه نعبيها بالعضلات، العضلات لازم تكون قاسيه وشاده مزبوط، اكيد. فكثير بيطلع منظر ما كثير حلو، ممكن يعطي حجم كفوليوم بس حجم مصطنع، بتحسي انه العضله ما انا شاد، يعني في شيء غلط تماما. فيعني افضل نبعد عنه، افضل يلعبوا رياضه. طبعا الرياضه هي يزبطوا جسم شهور سنه، يزبطوا جسمهم بلا ما يستخدموا الفكرات. اكيد بننصحهم يلعبوا رياضه للشباب، لانه صار الشباب اكثر من البنات عم تعمل بوتوكس حالهم كثير. نحن الشباب اجمالا صرنا مثل يعني بنحب الجمال، صرنا مثل مثل برا بنهتم، يعني ما صار مثل قبل انه ايه الرجل الشرقي طبعا لا ما لازم اهتم. طب شو المانع انه توصل 40 و50 سنه وبين شباب على وجهنا؟ ما في اي مشكله. صح. أكيد. دكتور كثير في عم بيصير مشاكل من الفيلر الدائم، بتيجي صبيه لعندك حقنه فيلر دائم بوشها، شو بتنصحها انت؟ فيك تعبي فيلر فوقه ولا لازم اجراء جراحي؟ شو وبيرجع وشها مثل ما كان ولا لا؟ هلا مثل ما حكينا باول فقره، الفيلر دائم هذا ما عاد موجود هلا، تمام، ومانه ما تخاف المريضه بس الا بدنا نحقن لك فيلر، لانه الفيلر هلا امن. تمام. بس اللي حقنوا قبل حقنوا مواد سيليكون نحن بنسميه، فالسيليكون هو الخطير. السيليكون ليش خطير؟ لانه ماده بتكون غريبه عن الجسم، بتفوت لجوات الجلد، فالجسم ما بيعرف يتعامل معها، مو مثل الهيالورونيك اسيد بيتاقلم معها وبيمتصها وبيكون مؤقت. فبتكون حاطتها من شي 8 سنين او 10 سنين، بتيجي لعندي انه مكتل الفيلر ونازل او شيء، فهون ننصحها حل جراحي اذا كان مشوهة او اذا كان مسيء لها او اذا عم بيعمل لها التهابات دائمه. بينما اذا كان مقبول وما عم بيعمل شيء تتركه بحاله. المواد الاذابه دكتور بتنصح فيها؟ هلا الاذابه ما بيمشي حالها على السيليكون، السيليكون حل جراحي ابدا حصرا اكيد، لانه ما في شيء يدوبها. بينما بالفيلر المؤقت مثلا اجت صبيه لنقول هلا انا ما بحب استخدم المواد المذيبه للفيلر المؤقت، ليش؟ لانه لازم يكون الدكتور عم بيعرف شو عم بيعمل. يعني تحطي المادة مو لتشيليها، يعني لازم تحطيها تعرفي الكمية الصح، المكان الصح اللي رح تخنيه بحيث انه ما تحتاجي تدوبيها. بس فرضا اجت مريضة لنقول حاقنة برا وعاملي فيلر مؤقت هيالورونيك اسيد وما حبته، فيك تدوبي، يعني اموره بسيطة بإبري فيك تدوبي الفيلر المؤقت، بس مساو انه اذا دوبتي حتى بيدوب الكولاجين الطبيعي اللي حواليك. فلهيك انا بنصح ما نوصل لهالمرحلة، اعطوا نختار سوري انه الطبيب الصح اكيد، صح، والمادة الصح مشان ما نوصل هالمرحلة وتأذينا. نعم. يعني دكتور منتشرة أيضا مراكز تجميل ما فيها أخصائيين جلدية ولا أخصائيين تجميل، عم يلجأوا عن طريق الإعلانات اللي عم تصير على السوشيال ميديا أنه نحن جربنا هذا المركز روحوا جربوه، فصار حقل تجارب وصار شغلات كتير تماما يمكن بتأدي لتشوه أحيانا بالوجه. تمام. مثل المواد الدائمة، حقن المناطق بطريقة خاطئة وحتى بالدقن، حتى بتكساس عم نشوف في تشوهات، يعني بدل ما تتجمل الوحدة صار ايه تخلي نحكي عنها. هلأ على طول انا الفيلر مثل ما قلت لك، بس قول كلمة فيلر يعني شيء آمن وشيء حلو، اكيد رح يعطيك شيء حلو، بس بشرط تعرفي وين عم تروحي. يعني انت لما تفوتي على مكان مو شرط مثلا تسمعي والله رفيقتي عاملة عنده، طب او عامله عند هاي الاخصائي، طب بلكي هاي الاخصائي متفقه مع هاي الشخص انه جيب لها مرضى. للاسف انه هلا صارت الامور يعني ما كثير في تدقيق على هالموضوع، ولازم نحن كمرضى نعرف، يعني نحن هلا في ثقافه عامه صار، فيكي تعرفي تفوتي لعند الاخصائي شوفي شهادتها شوفي شو معها، اذا ما طلع الدكتوره اكيد اكيد ما تحقن اكيد اكيد، لانه بتعرفي مثل ما قلت لك طبقات الجلد الواحد ما في يلعب بوشه ولا طبعًا ابدا. يعني دراسه الطب وعم يدرس 12 سنه اكيد ما رح تجي بدوره بيمشي الحال فيها اكيد. دكتور خلينا نحكي نصائح اخيره قبل الختام. هلا النصائح الاخيره بحب احكيها انه مثل ما قلت لكم نعرف وين بدنا نروح، نعرف المواد، تشوفي المواد اللي عم يحكي لك اياها الطبيب، ما تسترخصي بالفيلر بالذات، فيلر بالذات مواده ضروري تكون غاليه، ليش؟ لانه بتقعد تقريبا شي سنه ونص بوشك، فضروري تكون منيحه، ونهتم بجمالنا بالوسائل التقليدية تبع الاعتناء اليومي، وقاية شمسية كمان عشان ما نأخر التجاعيد، ومتى ما طلعت ضروري نفوت بالفيلر لأنه هو أحلى شيء، وفورا بيعطيكي جمالية وحلاوته أنه بترجعي فورا على شغلك، يعني ما في أي شيء. أكيد. متشكرك دكتور لوجودك معنا ولنصائحك القيمة. أكيد. أهلا. شكرا كثير دكتور رائد لنصائحك اللي قدمتها، إن شاء الله يا رب هيك كل الصبايا يكونوا استفادوا، أيضا الشباب منا أهلا وسهلا.